صرح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير ياسر محمود هاشم بأن وزير الداخلية وافق على مقترح وزارة الداخلية بإمكانية قيام المواطنين المصريين المقيمين في الخارج بالتقدم إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية لملء الاستمارات الخاصة بتجديد الرقم القومي واعتمادها من البعثات، والتي ستقوم بدورها بموافاة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتلك الاستمارات من خلال الحقائب الدبلوماسية، على أن يتم تجديد البطاقات وإعادتها إلى البعثات في الخارج لتسليمها إلى المواطنين.